السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. سيد رئيس مجلس الأمة، سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سيد رئيس المحكمة الدستورية، سيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سيد الوزير الأول، سادة والسيدات أعضاء الحكومة، سادة والسيدات أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، سيد رئيس المجلس الأعلى للشباب، سيدات والسادة الحضور، أسرة الإعلام، إنها لمناسبة ذات أهمية خاصة، وهي المحطة الأخيرة في المسار الذي باشرناه معا، وفاء لما تعهدنا به أمام الشعب، بدءا بتعديل جوهري لدستور جديد، دستور نوفمبر 2020، مرورا بالانتخابات التشريعية ثم المحلية اللتين انبثق منهما مجلس شعبي وطني جديد ومجالس ولائية وبلدية منتخبة جديدة بمنطق انتخابي جديد لا غبار عليه ولا غبار على نزاهة الانتخابات، مع إبعاد المال الفاسد والمال بصفة عامة، وصولا إلى تجديد وتنصيب المؤسسات والهيئات الدستورية الأخرى وعلى رأسها المحكمة الدستورية، ثم المرصد الوطني للمجتمع المدني، وهذه مؤسسات كلها تدل على تغيير جوهري في هرم المؤسسات الدستورية الجديدة. لقد تابعت بارتياح حماس الشباب خلال الندوات البلدية والولائية، وهم يعبرون عن ثقتهم في الإرادة التي تحدون جميعا لتأسيس رؤية جديدة تقوم على مؤسسات لا غبار عليها، والتي نحرص أن تكون بعيدة كل البعد عن الشوائب التي شوهت سيرها وأضرت بمصداقيتها، وبعيدة عن المؤسسات التي زرعت في نفس المواطن التوجس والريبة لما كان يرصده من انحرافات مست بهيبة المؤسسات وزعزعت الثقة في الهيئات الوطنية وأساءت بشكل عام لصورة الدولة. فلقد كنا منذ أكثر من سنتين أمام واقع يملي علينا في أغلب الأحيان مراجعة جذرية لأساليب الأداء ولإحداث القطيعة مع الممارسات التي أنتجت نفور المواطن من كل ما يرمز إلى الدولة أو السلطة. وإننا اليوم ونحن نتقدم بعزيمة وصرامة نحو بناء جزائر جديدة بكل بناتها وأبنائها، لن نتردد مطلقا في محاربة تلك الذهنيات وتحقيق تطلعات الجزائريات والجزائريين إلى جزائر تسود فيها الشفافية، لا مكان فيها للمال الفاسد، جزائر يردع فيها القانون كل من تسول له نفسه وفي أي موقع كان مد يديه إلى المال العام، وتقطع الطريق
أمام نزعة التسلط وترسيخ القناعة لدى الجميع بأن أفضل طريقة لتجنب الانزلاق والتسلط هو ممارسة المسؤوليات الملقاة على عواتقنا بصدق ونزاهة والاطلاع بما هو أحسن. أيتها السيدات، أيها السادة، إن هذه المناسبة هي بمثابة نقطة انطلاق لشبابنا للاندماج في الديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد، وإننا لننتظر من أعضاء المجلس الأعلى للشباب من خلال مشاركته في تصميم ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب والسياسات العمومية المتعلقة به أن يجعل من انخراط الشباب في الحياة السياسية على رأس الأولويات في هذه المرحلة التي فتحنا فيها الأبواب واسعة أمامه لتبوؤ المسؤوليات والمهام القيادية في المؤسسات وفي الهيئات المنتخبة، ونعمل فيها على توفير كل الحوافز المشجعة للشباب الطموح الراغب في اقتحام عالم الأعمال والمقاولات انطلاقا من ثقتنا في القدرات الهائلة الكامنة لديه وفي مؤهلاته العلمية وما يتمتع به من مكاسب ثقافية ومهارات وتفوق في التكنولوجيا الحديثة بشتى مظاهرها، وكذلك فيما تحل به من وعي وروح وطنية. أيتها السيدات، أيها السادة، لقد انبثق المجلس الأعلى للشباب في أغلبيته من ندوات بلدية وولائية، الأمر الذي يجعل أعضاءه على دراية وصلة بمشاكل وتطلعات الشباب في الولايات خصوصا في المناطق المعزولة والنائية. ومن باب الحرص على دعم هذه الهيئة لتنطلق في أداء دورها بنفس جديد، فإن تشكيلة أعضاء المجلس الأعلى للشباب تضم أعضاء من القطاعات الوزارية ومن ذوي الكفاءات والخبرات التي تمرست في نشاطات المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنتخبين الممثلين للشباب في البلديات. سيجعل من هذه الهيئة فضاء واسعا للحوار والتداول لتقديم الأفكار والاقتراحات التي تتيح للشباب تقلد المناصب وتولي المسؤوليات في حقول النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إيماناً منا بأن كل القضايا المتعلقة بالشباب لا بد أن تمر عبر هذه الهيئة وأن يكون لكم رأي فيها وفي اتخاذ القرارات بشأنها. مهام ينص عليها المرسوم 21416 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021. وعلى هذا الأساس فإن النظام الداخلي الذي ستعكفون على إعداده سيكون فرصة لكم لتعميق النقاش حول أنجع الآليات لأداء مهامكم والاستجابة لحاجيات الشباب ومتطلبات ازدهاره من خلال المشاركة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي وتشجيع روح المواطنة. سيد مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب، سيدات والسادة الأعضاء،
إنكم تدركون أيضا مساهمتكم في تمجيد تاريخنا، تاريخنا الوطني، لأنكم من سلالة الشهداء والمجاهدين، تسيرون وتسيرون على نهجهم وتستحضرون المبادئ والقيام التي ورثها الشعب الجزائري عنهم. في هذه المناسبة، مثل ما كانت دسترة كل المؤسسات اللي تكلمنا عليها في الدستور تاع نوفمبر 2020، أول مرة دسترنا إعلان أول نوفمبر، حتى ما تقولش حتى لا نسمح أي كان للانحراف عن ما جاء به إعلان أول نوفمبر، اللي هي رسالة الشهداء اللي رانا في تطبيقها اليوم حتى في تنصيب مجلسكم الموقر. إذن تسيرون على نهجهم وتستحضرون المبادئ والقيم التي ورثها الشعب الجزائري عنهم وحمى بها وحدته وتماسكه أمام المكائد والمناورات التي استهدفت وما زالت تستهدف الأمة، وإننا في هذا الظرف الذي يستدعي تضافر جهود كل الإطارات وكل الأطياف من كل المشارب لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية أمام ما يواجهنا من تحديات إقليمية صعبة ورهانات دولية معقدة، نراهن بكل ثقة على شبابنا الذي تشق به الجزائر طريقها إلى الرفعة والسؤدد. وهي تستعد للاحتفاء بالذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية، متعززة بشبابها الطموح، فأنتم سواعد البناء والنماء والوفاء. وختاما، أعلن رسميا عن تنصيب المجلس الأعلى للشباب المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله. تنظفوا البلاد ثم اللي تطلعوا البلاد ان شاء الله. واعتقد انكم كل يوم كلكم قاريين، ما فيكم شيء. واش راسو قهره؟ والله لاباس، مسلمين عليكم. ميرسي بوكو سي الفايت. شكرا سيدي الرئيس. اهلا وسهلا. تندوف واش راه تندوف؟ سلمي عليهم كاع ان شاء الله. اهلا سلمين. الله يبارك. مكانه كبيره عندنا. انا جاي ان شاء الله. انت منين؟ انت زي مزيان. لا واش من عزازكا. السلام عليكم سيدي الرئيس. اهلا. ويلي تجي تسلموا عليه.
اهلا. لا سيدي نايم. من جلب البيت؟ J'ai la femme, la Dénatécom, en principe le 5 juillet, on inaugure la télévision Chababia. المجتمع المدني والله حابين نغنصوها ان شاء الله وان شاء الله تدير رعايه تاعك سيدي الرئيس ان شاء الله. انا دكتوره في الميزانيات وعلوم اتصال والله هني دكتوره وفخوره تحت لنا هذا المجال باش نثبتوا روحنا باش نلقى الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ان شاء الله. الجزائر راها امانه براسكم راهي امانه. عسكر الله يطول في عمرك ان شاء الله الله يوفقك في المهام ان شاء الله يا رب ورانا هنا باش نبنيو الجزائر الجديده انا معاك ان شاء الله يحفظك الله يسعدك واهو بنزرجب 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 نيشان بنزرجب الله يبارك فيك نتم القرار تاعك سيد الرئيس نتم القرار تاعك والله صافي سيد الرئيس ادراك هادشي كامل من الفضل تاعكم الله يبارك فيك واش راه تيميم لاباس واش راه جماعتك سرق خدور لاباس عليك لاباس بغيتي نركوك بارك الله فيك سيد الرئيس الله يخليك الله يخليك معك عضو في المجلس الاعلى لولايه بلطاطا الله يبارك ان شاء الله يكونوا ان شاء الله بلديتي تحمي ان شاء الله يكونوا في المستوى سيد الرئيس منتخب عن ولايه ميلان نشكركم على دعمكم للشباب بارك الله فيكم الله يبارك فيكم سيد الرئيس ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله الله يبارك Merci à l'échrafe chassé d'accord à l'aide de Medjlis. Inch'Allah, on te mène à la connaître toute la responsabilité. C'est pour vous dire toute l'importance qu'on accorde la relève. Vous êtes la relève. Je suis Inarque et je participe à ce conseil, Inch'Allah. Merci. Wallah, chouf, kabbart bina l'ouahid d'daraja. Inch'Allah, on kounou fil moustawa. ما نخيبوكش ان شاء الله راكم تبدو غير في حقكم والله ما كاش اللي دارها وما كاش اللي راح يديرها بارك الله فيكم وشكرا جزيلا واللي مسكم راني هنا الله يحفظك الرئيس الله يحفظك ما شاء الله والله تمنيت هذه اللحظه بعد باش نشوفكم اي شيء راني هنا والله تمنيتها يعني الحمد لله رب العالمين ربي يبارك فيك الله يبارك شكرا على مجهوداتك كامل فرحانين بك كامل الجزائر انا نسلموا فيها لكم تدريجيا نعم الجزائر انا نسلموا فيها لكم تدريجيا نعم قوموا بها وخلاص سيدي الرئيس الله يحفظك هذا شرف لينا سيدي الرئيس بارك الله فيك شرف كبير لينا هذا صحيح بارك فيك